الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ووعدك أن دينك ها وحاينو كهد ليني أما وعدي ذي أنه رأينو كهد لي فضائش النبي صلى الله عليه وسلم وليه هي حقوق ذي واجباتك ومديسة كله هي وحاكو جري واجباتك هي حقوق ذي وحاينو يصوى شاقني لبحق بين صوى شاقني oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam la rumeyo iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam la jeclaado haqa sadexaad waxa weeye daa'atu sallallahu alayhi wasallam bi imtithali amrihi in nabiga sallallahu alayhi wasallam la adeeco oo lagu adeeco marka in la fuliyo wixii wana faray wixii noo diideyna laga dheeraado taasina waxa weeye mid waajib ah oo ilaahay kitaabkiisa ayaa inagu faray allahu xuleeyay ayuha alladheena amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul إلهي وحول ليكو أليا النبر ويو إلهي أضيع رسولك أنا أضيع ولو تبطلوا أعمالكم عمل الذين نهبرننا إلهينا وحكروا إلهي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ألا وحول ليهي قفك إلهي أضيع رسولك ساطيع قواسي وحي لتركوا ذا النقريان مرتقي ماكو إلهي النعمي النبي يذيا ee sidiiqiinta iyo markaas ku weerumaynta iyo runta marka ku xil dheeraday ee atbaacu rusul marka ku ugu mudnaa aha iyo shahaadadii diinta Ilaahay markaas u shahiiday iyo saalixiinta iyo dadkii wanaagsanaa ayuu mucuuda noqonaya cid la rafiiqana kuwaas ayaa u wanaagsan ayaa Ilaahay u yidhi waxa kale oo Ilaahay u leeyahay ya ayuha alladheena amanu atii'u allaha wa atii'u rasuula kuwa leeyahay nabriyo Ilaahay atii' rasuulkiisana atii'a hanaka jeesanina إذن كو مقليا أي إلهي وليه معنا دومذي سمومنين تا إلهي وحك فرينا إلهي أطيعان رسولك سأطيعان إنا يخلافان وقال هذا مركا دي أي مركا إسكو شبهان يكون معارضين تا أي إلهي وكنهين إيا وإنا لطاع ذي سنبقى صلى الله عليه كتقين وإنا أمركي سقاطان وحودي دي مركا سوا إنا يكرد يرادان وحوقو يري مركا أي قاطان ويرهاعان وحيمام البخاري مركا سورين إيا نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لكل أمتي يدخلون الجنة أمضى إذا أردمي جنة أي جليان أفقى يسقو يسكي ديدا موياني مركاسا ليلي ويا ديدا يا رسول الله جنة يو أنت الباب كيدي لسوك وجد جلايا ليلي يا ديدا يا نبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أفقى يا طيعنا جنة وقال يوم أنت قيامة جليا أفقى عاسيني قف مركا ديدا ويانا وأنا جنة دوني ما يوم يريوهي وحا نبي صلى الله عليه وسلم كلو يري وحا ليسي كتابك قرآنك وحا ليسي يعني إن ليقو مركا لجرتا أيا ليسي وحانا مركاس إمان دوانينو نن مركاس ريبتيسا إسكاقا جيبو إسكاقا دنقيق سدا دنقيق سنينو يلا هدو قرآنك راع وحيا كيشان حلال حلال شدا وحيا كيشان حران حران تنميسا إساقو مركاس ونها النبي صلى الله عليه وسلم ديدي أما بدور ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ayaa iman doono u dhaw waxa kale oo xadiis gala nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri inuu markaas ayana iman doono yaani nin marka iskaga jiifa marka iskaga dangiisa sariitiisi ayaa waxa uu imanaya amar amarkayga kamid oo wixii markaas aan faray ama aan diiday markaas soo dhanaaya ma garanayno waxaan kitaabka Ilaahay aanu ka helo ayuu maan raacayna ayuu oranaya marka waxa waajib ah inaynu qofka muuminka waxa waajib ku ah nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu adeeco waxa uu xaraaleeyay inuu ku adeeco wuxuu arantinimeeyay inuu in marka ku raaco way wuxuu xaraanti wuxuu xaraaleeyay inba xaraala wuxuu arantinimeeyay ayunba markaas xaraana waxa laga marmaan marka in tahriir iyo tahriim ba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay nooga soo gudbiyay inaynu raacno waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam ara inma harama rasuulullaahi mithlu ma harama allah هو يي وخر و رسول الله محمد حرمي و هو الهي حرمي ايو لميد يحي ارندانا وها توسينيا وها الهي ولي من يطع الرسول فقد اطاع الله قفق رسولك ادعى الهي بوطيع ومن تولى فمرسلك عليهم حفيظه ادي مركا جيسات دي انغا يابل مريتود نو تالا يا رينكوديو اديا مركاس الهاليه كوغوما نان ديرين وها كلو نبينا صلى الله عليه وسلم ايدنا و يري حديث البخاري ومسلم وريني أن من أطاعني فقد أطاع الله قفقا أنيقا يا أطيعا إلهي أيو أطيعي قفقا يا عاسي أنا إلهي أيو عاسي كسادر أديد با سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحي أي تاي سنها مركا سغن
صريحة هي أرنتي شيء سمرك كعدي وحوي ووحي من الله وحي إلى حقي سكيم وأرنتي شيء سمرك الله قادنا يو أرنتي دي ذي سمرك الله قد يرانا يو ويجي وحلق مارمان مركز إنا نكدك تونانو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم إنا نخلافنو إنا نمرك عاسنو إنا نمرك راعي ونسونيس النبي صلى الله عليه وسلم تاسين وحوي وحيلا أعماش برية أمرك نار واجبية أيك هم متهاي إلهي باري وما يعصي الله ورسوله ألي رسوله زك عاسية فإن له نار جهنم نار جهنم يوسقناتي واركو واريان بايله هلي ولقود ونار تاوكو تشريان دعدي سواها كمدا إن سنه صلى الله عليه وسلم لقب صدو وحو أمري مركا للي مادو وحو ديدي مركا سلقاد يرادو هدي جيسا مركا هدي لقادكتو وحي مركا النبي صلى الله عليه وسلم وشعلا لا سمايو ونذافد لقود دالو ومركا رنت لقود دالو هدي هذا التعيي هدي فعل تايبا حراش مركا سين لرهاديو قور كمركا وحي حن مركا سين لقاد يرادو ووحي لها النبي صلى الله عليه وسلم وشعلا ee sunnihiisa marka kamida ee ay laga maarmaan ka tahay inaguna inaynu kaga dayano waxa nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu quraankiisa ku leeyahay ma taakum ar-rasul fakhuduhu wa man haakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab allahu wuxuu leeyahay wuxuu rasuulku idin la yimaada ama wuxuu idin siiya qaata wuxuu idin diidana ka dheeraado ka joogsada ilaahayna ka cabsada mid uu isaga ciqaabkiisu daran yahay weeyaan nabigeenu muhammad sallallahu alayhi wa sallam وعلي ذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم مركان وحيدين فروا وحكرت ودان انت أودان انت هذا وداء مستطاع أيمبا مركا أدفرنتهي لا يكلف الله نفسه إلا وسعى نفنا وحن كران كل ذهين لقو مكلف وما نهيتم عنه فانتهوا وحي مركا أسان ذين ديدنا كوضا الإرادة ما إلهين وحلينا فري ووحلا هيسين أيو سيادر أدد باين وقفك أودوا لي هاي وكر أيو ayaa markaas iyada lagu xulay iyo inuu guuto hadba sida uu u karayo ama waxa lagu diiday miya ayadu de waa ka dheeraansho zinada ka dheerow khamriga ka dheerow xaalanta cunideeda ka dheerow waxa weeye toos baad ugu iyada wax laga soo reebay ma jiro allahumma wixii ay daruuro de keenta mooyaan si haday wax kale cunta aad weydo de baqti baad cunaysa hadii aad masala margato wax isku ka taagan wax kale iskiga dejiso khamri mooya aad weydo waad iskiga dejinaysa waxay daruuro keentay laakiin intaan marka daruuro jirin waa inaad marka ka dheerata waxa marka waajib muuminiinta ku nabiga sallallahu alayhi wasallam inay ku raacaan xaq aqeedada xaq cibaadada xaq suluuga iyo dhaqanka adabta weyn ay ku raacaan waana ta marka qofku ku badbaadayo maalinta qiyaamaha qofka marka khilaafaana waxa weeye naar ayuu galaya waxa markaas ilaahay uu leeyahay waman yushaqiq ar-rasuul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ilaahay uu leeyahay ka khilaafa rasuulka ka khilaafa intu marka hanuunku u cadaaday dabadi jidka marka mu'mininta ah in mid raaca waxa uu marka doortay baan u sii deynayna jahannamana waan gelinayna naar ahaan masiir ahaan iyo meel loo noqdana ayada ayaa marka u xumaatay marka qofku waa inuu ka digtoonaado إنه خلاف أمرك النبي صلى الله عليه وسلم يسنيس واتبعوه لعلكم تهتدون راعب إلى هيدي يعني ويد كهنون دون تاني هدي مرك النبي صلى الله عليه وسلم راعي ويو وسنيس مرك سرقو رغم ويانا وحوي وحقف غاس مرك في الدنيا إي عذاب آخر مرك إنه مطو أي مرك هرسو يهي مرك إلهي أي نخاب عبصنو نبي صلى الله عليه وسلم أنا ضيعنو أنا راعنو أن شعلانو هل خاصة إياه إن شاء الله تعالى أي نغسي سعون إياه وجدك إياه حقوق ذا النبي صلى الله عليه وسلم نقول إياه كوعد إياه نهي نقول شو ومانتنا والله أعلم ومانتنا والله أعلم.